السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو الذي تشاهدونه الآن هو الفيديو الرسمي للسامسونج جالكسي S21 Ultra، أعلى نسخة لسلسلة S21 التي سيتم الإعلان عليها في الشهر المقبل بداية شهر يناير لسنة 2021. سنتعرف معا في هذا الفيديو على مواصفات S21 Ultra، السعر الذي سينزل به، موعد نزوله، بداية البريوردر وغيره من الأشياء. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الإعجاب بالفيديو بالنقر على الزر لايك واشترك بالقناة لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. ولأول مرة سنشاهد جهاز من سلسلة الاس يأتينا مع ستايلوس الاس بين الخاص بشركة سامسونج، وتحديدا في سلسلة النوت، يعني سيكون هذا تغيير جذري في هواتف سامسونج. وبالعودة الى المواصفات، وبدون شك ان S21 Ultra 5G سيأتينا مع شاشة من نوع اموليد، وتحديدا دايناميك اموليد 2X. الشاشة تأتينا مع ريفرش ريت 120 هرتز، كذلك ستكون محمية بكورنينج غوريلا جلاس، وحجم الشاشة هنا 6.8 انش. الظهر سيكون من الزجاج والفريم سيكون من الألومنيوم، كما سنجد مستطيل فيه 4 كاميرات خلفية وفلاش LED. الكاميرا الأساسية ستكون بدقة 108 ميجا بكسل. لدينا كاميرتين تأتينا مع 10 ميجا بكسل، هذه الكاميرات خاصة للزوم، واحدة تعطينا 10x اوبتيكال زوم، 10 مرات زوم طبيعية، والثانية تعطينا 3x اوبتيكال زوم. أما الكاميرا الرابعة فهي كاميرا ألترا وايد، تأتينا بدقة 12 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.2. بالنسبة لكاميرات السيلفي، S21 Ultra سيأتينا مع كاميرا أمامية فقط تأتينا بدقة 40 ميجا بكسل. فيما يخص المعالج، كما تعودنا مع سلسلة S21 دائما ما تأتينا مع معالجين، الأولى مع إكزينوس والثانية مع سناب دراجون. إكزينوس سيكون 2100 داعم لل 5G، معالج قوي جدا. أما سناب دراجون سيكون 888 التي أعلنت عليه شركة كوالكوم منذ أيام قليلة، معالج داعم لل 5G، معالج قوي جدا أصدقائي، كما سنلاحظ هذا مع الاستخدام الفعلي للأجهزة. البطارية ستكون بحجم 5000 ملي أمبير، بطارية عملاقة. الجهاز يدعم الشحن السريع. إلى حد الآن هناك أخبار تثبت أن سلسلة S21 ستأتينا بدون شاحن في العلبة، كما أنها ستأتينا بدون سماعات. هذا القرار بدأته شركة أبل مع الآيفون 12 لهذه السنة، حيث أزالت السماعات والشواحن من أجهزة الآيفون 12. نفس الشيء يدور هذه الأيام على أن شركة سامسونج تتجه نحو ما قامت به أبل، وهذا أمر محبط أصدقائي. نتمنى أن لا يكون هذا الخبر صحيح. موعد الإعلان على سلسلة S21 ستكون في 14 من شهر يناير 2021. البريوردر ربما يتأخر قليلا إلى 28 من نفس الشهر. إلى هنا أصدقائي وصلنا إلى ختام الفيديو، كان هذا كل ما يخص تسريبات السامسونج جالكسي S21 Ultra. أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. إذا كان هناك أي استفسار اكتبوا لي تحت في التعليقات، سأجيب عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو بالنقر على الزر لايك، سبسكرايب، وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء وشكرا.